السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم على موضوع يخص حاجتين، أو في الموضوع فيه نقطتين أساسيتين. النقطة الأولانية الأوبريتور بريسيدنس، إزاي الأولويات بتاعة تنفيذ الأوبريتورز. إحنا أخدنا الأوبريتورز اللي هي زي البلاس، زي الإيه، الديفايد باي، زي الأس، زي الحاجات دي كلها، على مش عارف إيه أولوياتهم، وإزاي نتعامل مع الماس أو مع الماس أوبجكت أو المعادلات أو كده. أنا جايب معادلات بسيطة المرة دي عشان نحاول نتعلم فيها الحاجات دي. بس خلونا الأول نركز في حاجة بسيطة جدا، إن أنا المفترض عايز أصمم برنامج أدخل فيه 3 أرقام، يعني نام 1 ونام 2 ونام 3، وأعرض الانحراف المعياري ومعامل الاختلاف للقيم دي، ومديني المعادلات. قال لي الاول هتجيب السم، السم نم 1 زائد نم 2 زائد نم 3، الافريج النم 1 زائد نم 2 زائد نم 3 على الثلاثه. وطبعا ممكن ان انا اقول استغنى عن النم 1 زائد نم 2 زائد نم 3 واشيلهم واحط السم، يعني ممكن اقدر اعمل كده. مش السم اصلا هو عباره عن مجموع الرقم الاول زائد الرقم الثاني زائد الرقم الثالث؟ يبقى مفيش مشكلة لو انا كتبت السم او رجعتها لاصلها وقلت ليه نم 1 زائد نم 2 زائد نم 3 على الثلاثة. وبعد كده الاس اللي هي الانحراف المعياري بتساوي سم تربيع على الاثنين ناقص الافريج تربيع. الافريج تربيع يعني التربيع ده بتاع الافريج. بعد كده قال لي السي في اللي هي معامل الاختلاف هي اس اللي هي الانحراف المعياري على الافريج على المتوسط. ماشي. وقال لي في الاخر الرموز نم 1 الرقم الاول، نم 2 دي الرقم الثاني، نم 3 دي الرقم الثالث، المجموع انا سميته سم، المتوسط سميته افريج، حرف المعيار اديته اس، ومعامل الاختلاف سميته سي في. ويلا بينا. لو رحنا فتحنا كده عشان نبدا، انا هركز الاول هتكلم على موضوع الاوبريتور بريسيدنس، فانا هتكلم لغايه الحته دي اللي هي نجمع ال3 ارقام وبعدين نجيب المتوسط. لو انا جيت قمت عامل نيو فايل كده وقمت قايل تخيل معايا ان انا عندي نم 1، انا هكتب بنفس المسميات بكل حاجه، هو كان حتى الكابيتال ماشي ما عنديش مشكله زي ما هو كاتب بالظبط. انا هما نم 1 ودي ايكوال عندي انبوت، هقول له انتر نمبر 1، دخل الرقم الأول أو first number، ندخل الرقم الأول first number قوسين. طبعا ممكن إن أنا أحوله بالمرة ولا إيه، أحوله بالمرة إلى رقم، فأنا عندي يا إما انت يا إما float. بما إني بشتغل على أرقام وارد إن هي يبقى فيها كسور، فمش مشكلة إن أنا أشتغل على float للإنبوت ده كله، أحوله لفلوت. وبنفس الاسلوب هعمل الفاريبل تاني، ادي نم 2 هقول له سمحت دخل لي سكند نمبر، وبعد كده التالت وهقول له دخل لي الثيرد نمبر. لو انت مش عارف تفكر لسه الوقت بالطريقه ديت ما تقلقش، ان شاء الله بعد الجزء دوت هنتكلم على الالجوريزم وازاي تفكر وازاي ترتب افكارك بحيث تقدر تكتب برنامج ان شاء الله. طيب على العموم جبت دخلت الرقم الاول والثاني والثالث، sum بيساوي num 1 plus num 2 plus num 3 بالظبط كما المعادله ما هي مكتوبه بالظبط، اللي هي المجموع بيساوي الرقم الاول زائد الرقم الثاني زائد الرقم الثالث، وخلصنا. الافريج هيبقى المجموع السم num 1 زائد num 2 زائد num 3 على الثلاثه، يعني المجموع على الثلاثه. فلو جينا عملنا ادي الافريج وقلنا بتساوي num 1 زائد num 2 plus num 3، خلاص كده هيجمع على الثلاثة، ادي على الثلاثة عشان يبقى المجموع العدد. وتعالوا نطبع بس نشوف كده الطباعة، يعني هقول له print كلمة sum و equal جنبيها وجنبيها اطبع للسم، خلاص. ونفس الكلام كوبي بيست، بس هنتكلم على الافريج اي في جي،
وهقول له هنا الايه اطبع لي الايه دي جي. خلاص يبقى انا هطلب 3 ارقام، هدخل 3 ارقام واعمل المجموع واطلع الايه واجي اطلع المتوسط، وبعد كده اطبع المجموع واطبع المتوسط. هقوم كده مسيف. وفي الاكزامبلز بتاعتنا الاكزامبل رقم 18 ماشي، وندوس F5 للتنفيذ. قال لي دخل الرقم الاول، قلت له الرقم الاول 7. قال لي دخل الرقم الثاني، قلت له الرقم الثاني 5. قال لي دخل الرقم الثالث، قلت له الرقم الثالث 7. قبل ما ندوس انتر عشان يحسب، قال لي 7 و7 ده 14، 14 و5 يبقى عندي 19، صح كده؟ طيب مجموعهم قلنا خلاص 19 صح؟ طيب وهيبقى المتوسط اللي هو هتقسم على الاثنين يبقى فيها 9.5، ده اللي هو المتوسط يبقى فيها 9.5. دوسنا انتر، قال لي مجموعهم 19، قلت له صحيح. قال لي المتوسط 14 و3/10، قلت له ازاي بقى؟ احنا حسبنا المتوسط اللي هو المفروض 19 على الاثنين، قول يا عم 20 على الاثنين يبقى فيها 10، يعني يبقى 9 وشويه. ازاي وصلت 14 وشويه؟ ازاي وصلت 14 وشويه؟ دي أول نقطة ناخد بالنا منها، ودي حسبة غلط. حسبة غلط دي بنسميها سيمانتيك ايرور، يعني في مشكلة في اللوجيك بتاعك أو في التفكير بتاعك أو في المعادلة بتاعتك، لكن الكود شغال صح. المجموع حسب صحيح، مفيش عندنا مشكلة، لكن الغلطة اللي حصلت هنا إن هنا في حاجة اسمها أولويات العمليات الحسابية. في حاجات بتتنفذ قبل حاجات. السطر ده الإكسبريشن ده مكون من مجموعة من الفاريبلز زي افريج، زي نم 1، زي نم 2، زي نم 3، وليترال رقم مباشر زي 3، وفي اوبريتورز زي بيساوي اللي هو بنسميه الاساينمنت اوبريتور، والبلس او الاديشنال والديفايد الاسم. مين بيتنفذ قبل مين ده يفرق كتير. اللي حصل بالظبط، اللي حصل بالظبط ان فعليا ان الاسم ليها اولويه عن الجمع. يعني الكمبيوتر لما بيشوف كده اول الحاجات دي كلها هيجري، ما بينفذش ولا دي الاول ولا بينفذ دي الاول ولا ما بيعملش كده. هو عنده اولويه او ما بيعدي على ده كده، يقول لك اعلى حاجه عندي في الاولويات او اعلى حاجه في جدول الاولويات هي الايه؟ هي القسمه، فدي اعلى شيء في جدول الاولويات، فيبدا يعملها الاول، فياخد دي الاول كده، فيقول لك نام 3 على الثلاثه، رقم 7 على الثلاثه. 7 على الثلاثه فيها 2.5 صح؟ 2.5. وبعدين دي جمع ودي جمع، فخلاص الاسم طبعا الاساينمنت اخر واحده، فيقول لك دي جمع ودي جمع، فيقول لك مفيش مشكله، يبقى عندي الرقم اللي احنا قلنا خلاص 2.5 2.5، وعندك الاولاني 7 يبقى 9.5، وبعد كده 5 يبقى 14.5 او 14 وشويه يعني وكسر، فطلع لك 14 وايه؟ 14 والكسر اللي عمله، صح كده؟ يبقى كده هو عمل ايه؟ يبقى هو كده فعلا مشكلته ان هو نفذ ده الاول، نفذ ده الاول صحيح. طيب لو نزلنا هنا كده عشان اقول لكم، طبعا ده السؤال اللي بعد كده، الاوبريتورز دي من الهايست بريسيدنس لللوست، يعني من الكبير للصغير، هنلاقي الترتيب بتاعهم عندنا اكسبوننشال، يعني اللي هو الاس اول حاجه، وفي عندي الحاجات اسمها الانري، الانري ديت اللي هي علامه واحده تيجي في الاول، اللي هي زي دي بنسميها كومبلمنت، اللي بيسموها التولرادات المكمل، والبلس دي مش دي مش الزائد على فكره، دي ديت اللي هي موجب، و وديت الماينس اللي هي ناقص. ناقص وموجب دول مش الزائد والناقص، مش الزائد والطرح، مش الاضافه والطرح، ديت ايه؟ الرقم ده موجب ولا الرقم ده سالب؟ وبعد كده بقى الايه المالتبلاي الضرب، وبعد الديفايد، وبعد كده ايه المودولو او المودلس اللي هو بقى الاسمه، والفلور ديفيجن عرفناهم، وبعدين الزائد والناقص. لاحظ بقى عشان كان فينا الضرب والاسم الاول، فلما جم دول في المثال اللي فات الاسمه اتنفذت، وبعد كده جه ايه؟ جه الاديشن والسبتراكشن، جه الجمع والطرح، خلاص وهكذا. فالترتيب ده، فالترتيب دوت لازم نكون على خلفية بيه، بالذات في الحاجات اللي فيها العلامات الحسابية.
في طبعا بعض الاوبريتورز لسه ما اخدناهاش، فانا مش مستعجل ان احنا نفتح فيها كلام، لكن زي البيت وايز شيفت والاند والاور والاكسكلوزيف اور والكومباريزن اوبريتورز لسه ما اخدناهاش، والايكواليتي اوبريتورز لسه ما اخدناهاش، الاساينمنت اوبريتورز ما اخدناش منها غير واحد هيجوا يعني ان شاء الله، وشويه اوبريتورز ثانيه زي از ونوت واند وكلام زي كده. طيب بس انا حبيت اعرضها لكم لان ميعادها. طيب كويس جدا، احنا عرفنا ان في اولويات للتنفيذ. طبعا تلاحظ ان ليه الاخ دوت في الاول خالص، الاكسبوننشال دوت في الاول الليله خالص، ماشي. يبقى احنا كده عشان احنا بالنسبه لنا الكلام دوت غلط، احنا عايزين دلوقتي نحل المشكله دي. ايه المشكله؟ ان انا عايزه الاول يجمع وبعدين يقسم، رغم ان الاولويه هنا في الترتيب الجدولي للبايثون الوضع مش كده. طبعا ما حدش يختار من الجدول ده، الجدول ده اي حد يكتب على الانترنت الاوبريتورز بريسيدنس بايثون وهيطلع لك الايه، جداول كتير جدا كلهم بيحكوا نفس القصه، ماشي. على العموم انا عايز ان ده اللي يتنفذ الاول، فعشان اقول افهم البايثون ان دول هما اللي يتنفذوا اولا ثم يتقسم، يبقى احنا لازم نحط دول كلهم ما بين اقواس، لان الاقواس ليها اولويه عليا. بقى كده معناها ان الاقواس الاول تتنفذ، يعني اللي ما بين الاقواس الاول يتنفذ وبعد كده يكمل عادي على حسب الجدول بتاعه. طالما الاقواس جت فهو فهم ان دي تتنفذ الاول. طب لو الاقواس جنب اقواس، يعني مثلا هنا كده عمليه وفي هنا على سبيل المثال مثلا خمسة على مثلا، يعني كده هو مثلا، فكده بقى في اقواس وفي هنا الناحيه الثانيه ايه، اقواس ثانيه. قال لك في الحاله دي يبقى هينفذ اللي على الشمال الاول وبعد كده ياخد على اليمين وبعد كده على اللي بعده واللي بعده واللي بعده وهكذا، يعني خلاص. ده بالنسبه لي لو في اقواس. طب لو ممكن تكون الاقواس جوه بعضها، يعني ايه جوه بعضها؟ يعني ممكن يبقى كده اهو، بقى معناها ايه؟ ان دول الاول يتضربوا الاول او يتجمعوا الاول او اي حاجه، او يتقسموا الاول زي ما يكون العمليه، او يتطرحوا الاول او اي حاجه، وبعدين يتجمع عليهم دوت كلهم على بعض يتضربوا في 5 على 3. بقى المعنى كده. فليه بقى؟ لان القوسين لما يكون الحاجات اقواس جوه بعض يبقى هيبدا من القوس الداخلي الاول ثم القوس الايه؟ الخارجي، ثم من الشمال للايه؟ من الشمال لليمين، من الشمال للايه؟ لليمين. كده تبقى الاولويه نفذت. يبقى انا لو عايز اظبط بقى المعادله اللي احنا كنا شغالين عليها، يبقى انا هقول له شيل بقى كل الكلام اللي كنا بنجرب بيه ده، يبقى كل اللي احنا عايزينه ان احنا يجمع الاول، يعني يعمل مجموع نم 1 زائد نم 2 زائد نم 3 الكل على الثلاثه، وفي الحاله دي يطلع لي مين؟ يطلع الابريروس كنترول اس وبعد كده اف 5. هعمل نفس المثال 7 5 7، طلع لي فعلا 6 وكسر، احنا كنا 6 ونص بس هي 6 وكسر، يعني الدقه يعني 6 وشويه من الكسر. ازاي؟ ازاي؟ احنا ما قلناش كده. نعمل نجيب الكالكوليتر كده وهنقول له 7 7 7 زائد 5 زائد 7، ده كل المجموع بتاعنا 19 على الثلاثة. احنا قلنا انا قلت على الاثنين، سوري انا حسبتها على الاثنين، فكانت جايبه معانا احنا ايه 9 وشويه، يعني المفروض هي على الثلاثة، انا اللي ما اخدتش بالي. على الثلاثة جابت فعلا 6.3، احنا بس واحنا بنتكلم انا سهوا قلت 7 زائد 5 زائد 7، بس لما جيت قسمتها في دماغي على الاثنين، فبناء عليه طلعت معايا ب 9 وايه 9.5. ما خدتش بالي ان احنا بنقسم على الاثنين، رغم ان احنا المفروض بنقسم على الثلاثة لان دول ثلاث ارقام، لان المتوسط هو المجموع على العدد، فطلع معايا فعلا الرقم اللي هو 6.3، رقم المهم ان ده رقم غير ده خالص، يعني ده كان 14.3 ده بقى 6 وايه 6.3. اللي فرق بالظبط الايه؟ البريسيدنس او ايه اللي هو احنا سميناه اولويات التنفيذ. بقى هنا في الاخر هو بيجمع وبعد كده في الاخر بيقسم. طبعا ممكن احنا كده فهمنا ديت، احنا طبعا ممكن نشيل ده، نشيل ده خالص، و او اسف يعني المجموع الرقم الاولاني زائد الرقم الثاني زائد الرقم الثالث اتحطوا جوه ايه؟ الصم. فممكن استغنى بقى عن دي خالص واحط الصم، يعني هي دي بتساوي، ما هم جمعهم هم الثلاثه بقى الصم،
فانا ممكن اشيله واقول له ايه الصم على الثلاثه. ينفع كده؟ اه طبعا، لان طبعا انا مجموع الثلاثه دول اتحط جوه الفاريبل اللي اسمه صم، فاوتوماتيك استخدم الصم بديلا عن ان انا اجمع الثلاثه تاني مع بعض. بس انا محتاج اسيب لكم دي عشان تبقوا فاكرين المشكله بتاعت الاولويه. واجي هنا اقوم قايل البديل بتاعها الصم على الثلاثه، ودي هيشناها كحل اخر عشان بس نبقى فاكرينه. لو دوسنا كنترول اس ودوسنا اف 5 وجينا دخلنا نفس الارقام 7 5 7، لقينا النتيجه مظبوطه بتاعتنا. طيب عشان نقدر نكمل الاكزامبل بتاعنا، عند الاس بتساوي صم تربيع على الاثنين، وما قال له ماشي. يبقى انا عندي بعد ما حسبنا الافريج عندنا تاني الاس ايكوال الصم تربيع. احنا عرفنا ان الصم تربيع اللي هي صم كده خلاص، دي كده تربيع على الاثنين، واحنا عارفين ان ليها اولويه اولى، فهي اول حاجه هتتحسب، فما عندناش مشكله فيها خلاص، لان هي فعلا اول حاجه هتتحسب على الاثنين خلاص. بعد كده ناقص الافريج خلاص برضو اس 2. اللي انا عايز اقوله هنا ايه؟ ما تنساش، واحد يقول لي اه المفروض ان انا اعمل صم كده اهو لغايه هنا عشان اقول ان كل دوت في الاخر بيطرح من الافريج ضرب 2. طبعا تلاحظوا ان هنا في علامه الماينس او سبتراكشن. السبتراكشن دي لو كانت مش موجوده يبقى احنا نحط مكانها اللي هي الايه الملتبلاي الضرب، لان باي ديفولت في المعادلات لو كان الرقم ده لو كانت العلامه مش مذكوره بتبقى دايما هي بتبقى علامه الضرب. فعشان تقول ده كله خلاص يطرح من الافرج على بعضه عملت القوسين ماشي مفيش مشكله، رغم ان هي مش هتعمل معانا مشكله لان كده كده الاسم قبل الايه قبل الناقص، فمفيش مشكله. بس طبعا عملت بالمنظر ده كده الاس، فممكن نطبع الايه قيمه الاس كام اللي هي الانحراف المعياري، ودوسنا اف 5 قال لي اه احنا هنا عملنا صم اس 2 على كام؟ صم اس 2 على الاثنين اه، فعشان جت 2 على الاثنين فاحنا ما خدناش بالنا ان صم اس 2 دي حاجه لوحديها على الاثنين دي حاجه لوحديها. كنترول اس اف 5 قال لي دخل الرقم الاولاني قلت له 7، الثاني قلت له 5، الثالث قلت له 7، طلع لي ادي الافريج 6 و3، وقال لي الايه؟ الانحراف المعياري ب 140 و38 من 100. قلت له كويس. فاضل لنا معادله اللي هي السي في، ودي ما فيهاش اي مشكله خالص. السي في ودي بتساوي الاس على الافريج واطبع بدون مشكله. كنترول اس وادوس اف 5 وارجع تاني اقول له 5 7 7 مش فارقه. قال لي 6، قال لي مجموع الصم 19، الافريج 6 و3 140 و38، وقال لي الانحراف المعياري ب 22 و17. طيب طبعا لو غيرنا الارقام ما فيش اي مشكله خالص والدنيا ماشيه كويس.